في اي وسيله تواصل اجتماعي تشوفها في تويتر يسال شنو يعني انا رايح البحرين اليوم او انا في البحرين شنو اهم الاماكن او البرامج السياحيه، تلاحظ ان يعني الناس قاعد تسال بكافه الوسائل لكن ما قاعد تحصل الجواب المقنع او الجواب الشافي اللي يشوفه انه يقول سعر تذاكر مثلا او غيره وغيره. فكان الحساب يعني بشكل اسبوعي خصوصا في الويكند نستقبل يعني مئات الرسائل، يعني سواء كان من الدول الشقيقه الحمله الاقرب اللي حولنا او كان من ايضا البحرينيين اللي يسالون وين فعاليات وين نروح. في وايد كنا نشوف خصوصا الفتره اللي قبل فتره الكورونا ناس وايد توهقون في الويكند ما عندنا برنامج شو نسوي. فالحمله الاقرب تولت هذه من مشكله موجوده الى برنامج حاولنا نغطي فيه كافه الامور اللي يحتاجها المستخدم اللي يبي يزور البحرين أو الموجود في البحرين.